حرب لم تقتصر على حرمان السكان من منازلهم أو المرضى من حقهم في الاستشفاء، بل جعلت الوصول إلى أبسط مقومات العيش أمنية بعيدة المنال بما فيها الماء الصالح للشرب. يحيى النجار مثله كمثل العديد من النازحين يمضي ساعات من النهار للظفر بشربة ماء عذبة أو مالحة سيان، فقط لسد رمق من ينتظرونه من العطشة. وبعدين ابني صار معاه الكبد الوبائي من كتر هذا المي، ما بغسله وتنشفه وبتوضه وباكله، بطبخه من هذا المي. ماء عذب صالح للشرب أصبح عملة نادرة، أدى غيابه إلى تأزم الوضع الصحي وسط الاكتظاظ وعدم القدرة نهائيا على عزل المصابين بالأمراض المعدية. والشاكل بنعانيها حتى في مراكز الإيواء، ما فيش لا في مي ولا في خدمات ولا في عناية ولا في نظافة، والصرف الصحي بين الخيام وفي الصفوف. أمراض تفشت كالنار في الهشيم مع برد الشتاء القارس جاءت على المخيمات ومراكز الإيواء وحتى المستشفيات التي أضحت بؤرة للانتشار السريع للأمراض الوبائية. الدكتور كرم مدبول أرجع الأمر إلى البيئة غير السليمة المفتقرة إلى أبسط مقومات الحياة. هذا الطفل في رأسه مرض فطري وبائي بسبب قلة التنظيف، بسبب قلة التعقيم في المستشفى، وبسبب انتشار الأوبئة والأمراض. هي نموذج حي زي ما احنا شايفين موجود هنا، أمراض جلدية فطرية موجودة في الرأس منتشرة لأكثر من حالة، حالة حالتين، وموجود حالات كثير في المستشفى. الاكتظاظ والتدني في مستويات النظافة وشح الدواء والغذاء كلها أدت إلى بروز عدد من الأمراض على السطح، منها حالات الالتهاب الرئوي والإسهال والأمراض الجلدية كالجدري وعدوى التهاب الكبد الوبائي من النوع الأول، إذ سجلت أكثر من 8000 حالة إلى جانب حالات الحصبة وأمراض معدية أخرى. منهجية تجويع أقل ما توصف به اختصارا أنها إبادة جماعية، زاد في تعميقها كارثة انتشار الأوبئة وتحلل الجثث تحت الأنقاض وفي الطرقات.